مدينة بيروت. بيروت؟ بيروت عاصمة أي بلد بتعرفي؟ يا بيروت يا ست الدنيا يا بيروت يا بيروت أو يا بيروت أو يا بيروت يا ست الدنيا يا بيروت. عمل مسرحي من الواقع وبيحكي الواقع بكل تفاصيله، أرادت من خلاله الممثل الشاب فادية أبي شاهين إن تلامس ألام الناس وتكون صرخة الشعب، فقدمت مسرحية مع الممثلين جورج عيد ووليد جابر. فكر لعبة هو عنوان العمل اللي بتدور أحداثه بين الأستاذ أي السلطة والتلميذ أي الشعب اللبناني. لا يا أستاذ دخيلة، أهم شيء ضمان الدولة، أهم شيء ضمان. أنا بلا ضمان كيف بدي أشفي دنيا؟ كيف بدي أتحكم؟ كيف بدي أفوت على المستشفى؟ كيف بدي أساعد أهلي إذا مرضوا؟ هون فيك تجي تحضري كرمال تضحكي وكرمال تبكي وتعصبي وتسبي، واذا عبالك تعملي شيء مأذي بالحياه ما فيك تعملي، بتجي بتفشي خلقك هون على المسرح لما بتحضري. بالاخص انه نحن بالمسرحيه شغلين على كذا نيوانس، يعني شغلين على الكوميدي وشغلين على الدرام. كل شيء عم نجرب نفرجيه بهيدي المسرحيه، تقريبا اذا بدك تقولي هي تعليميه تثقيفيه، لانه بتوعي الناس، لانه مثل ما بتعرفي بعد في ناس منا مدركة بمجتمعنا للخطر المحدق فيها. انه في كتير عالم بتخاف تحكي بالبلد عنا وما بتسترجي حتى تطلع صوتها، فهيدي المسرحية التلميذي كل شيء عم بتقوله طالع من قلب الشعب. يعني بالنهاية هالتلميذة اللي عم تسأل استاذة، هالتلميذة اللي عندها أسرار وملحة، هي بتمثل الشعب. ضروري يكون في انتفاضة من هالنوع، ضروري يكون في أسئلة أكتر وأكتر. أنا كل شيء ما بيعبر عن الناس وعن أنا ما قلي علي أفي، بس كل شيء بيعبر عن الناس وبيعبر عني وعن الناس، أكيد أنه هيدا أنا وهي الناس وهيدا نحن. يعني خمسين دقيقة لخصوا معاناة سنين طويلة بين الشعب وحكامه. فكر لعبة عمل مقتبس عن مسرحية الدرس للكاتب العالمي أوجان يونسكو، أعيد صياغته بطريقة معاصرة لواقعنا. هالعرض رح يستمر على خشبة مسرح الجميزي بمدرسة القلب الأقدس لفرير ليوم الأحد الواقع بثمانية تشرين الثاني. فصل الصيف، فصل الصيف والسياحة، بيجوا الأجانب لعنا، بيطلعوا على الجبال، بينزلوا على البحر، بتنقطع المي، بتطلع ريحتنا، يا ريت حلو بتطلع. هو هذا العمل من الناس، من يلي عايشينه الناس، مش قريب منهم، هو منهم. فنحن في مطرح بالمسرحية تخفيف وجع شوي، ونفس الوقت عم نحكي عن الوجع تبعنا، خاصة هلأ الأجواء اللي ما في رئيس جمهورية، يعني أنه كأنه كل هيدا الانتخابات اللي عم بيصير كل شهر وكل جمعة وكل كأنه لعبة. يعني نحن منا لعبة بالنهاية، يفهموا أنه القصة مش لعبة، القصة حقيقة ولازم يوصلوا لها ويحلوا ويخدموا الوطن والشعب. بحاجة لكل أنواع المسرحيات، بحاجة لكل الأرتس والانترتينمنت بلبنان، والكرياتيفيتي ويكون لهم منبر مثل هيدا مسرح بيعكس الواقع ولا ما بيعكس الواقع. نحن اصلا بحاجه لهيك اعمال لحتى يلي بتحكي عن اوجاع الناس، نحن بحاجه لهيك اعمال. اكيد بتاخدي عندي السؤال على الورقه وبتفكري منيح قبل ما تجاوبي، لانه السؤال كثير صعب. يلا جاهزه؟ جاهزه. ترمي اكيد؟ طبعا. ابلس ا